السلام عليكم، معكم فريد أمغار من المنخرطين ديال نادي الحسنية، نادي الحسنية الكرة الحديدية بوسنيكا. اليوم عندنا واحد الدوري في الكرة الحديدية، دوري حبي، اسم ديالو اسم التواصل، على هذيك فرصة باش تتواصل ما بين فرصة التواصل ما بين اللاعبين ديال الكرة الحديدية. عندنا اليوم مشاركة ديال 128 دوبلات، يعني ثنائية، فردي او ثنائي او ثلاثي. اليوم الدوري ديال اليوم كيتلعب ثنائي، عندنا المشاركه من تقريبا جميع المناطق القريبه، قريبكا، دار البيضاء، قنيطره، الرباط، لا الان الامور غادي مزيان، نتمناو الفوز للجميع. بوانتور هو اللي كيقرب الكره عند البوشون، تيرو هو اللي كيدافع عليها، مثلا كيكون رقم واحد الكرة قريبة، الآخر كيدخل يتيري لابول، كيسيري لابول باش كيبعد كيدافع مع الكرة ديالو على الماتش ديالو ولا على داك البوشون. والنظام أن في الآخر كيتلعب سواء أ 11 بوان أو لا أ 13 نقطة ولا 16 على حساب الفرقة اللي وصلت لها الأولى. نهاية الجولات ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.